السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر رضا البيومي من قناة انجليز اونلاين. اهلا بكم حبايبي ابطال الصف الثالث الاعدادي. في فيديو النهاردة باذن الله هحل معاكم اسئلة الدرس الاول والثاني من يونت 1 من كتاب المعاصر النسخة الجديدة لعام 2025. وهنحل النهاردة الصفحات من page 19 الى page 29. طيب قبل نبدأ الحل كده عاوز بس اعمل تنويه بسيط كده وسريع. الناس اللي عاوزة تشتغل معايا اونلاين باذن الله على زوم تقدر تتواصل معايا على الرقم الواتساب اللي قدامنا ده اللي هو 010-12-900-120. عاوز تعرف تفاصيل مثلا الحجز او كده تواصل معايا. تعالى يلا كده نبدأ على بركة الله ونبدأ الحل. وهنبدأ كده الاول بحل الاسئلة اللي على الكلمات. وما تنساش لو عجبك الفيديو واستفدت منه تنزل تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك من كان في قناتنا وتفعل زر الجرس. A or an bull is something that people build to remind them of an important person or event. يعني هو شيء الناس بتبنيه عشان يذكروا نفسهم كده بشخص مهم او حدث مهم. يبقى ده حاجة بنسميها monument اللي هو مفرد author. طيب A or an is a place where you can play volleyball, tennis and other sports. يعني بتلعب في المكان ده كرة طايرة وتنس ورياضات اخرى. ده بنسميه sports center مركز رياضي. Number 3 means cars, lorries and motorbikes that use a road. يعني بقول لك العربيات واللوريز والموتوسيكلات اللي بتستخدم الطريق دي بنسميها حركة المرور اللي هي traffic. A large park or open area where scientists study plants and trees is a or an. يبقى حديقة كبيرة او منطقة مفتوحة العلماء فيها بيدرسوا النباتات والاشجار دي بنسميها طبعا اللي هي botanical garden. حدائق نباتية او حديقة نباتية. اللي بعد كده اسئلة السينونيمز والانتونيمز وركز معايا فيها عشان دي اسئلة مهمة جدا. بقول لي هنا on Friday early morning يعني في الصباح الباكر من يوم الجمعة كده the streets are very peaceful بتكون الشوارع هادئة جدا. The synonym of the word peaceful is عاوز بقى هنا synonym. synonym يعني مرادف. عاوز مرادف كلمة peaceful المرادف بتاعها هو كلمة quiet. There are a lot of attractive gardens in our city. يعني بقول لك في الكثير من الحدائق اللي هي الجذابة في مدينتي. The word attractive means كلمة attractive اللي هي جذاب بتعني ان حاجة جميلة وجميل يعني beautiful. The antonym of the word peaceful is عاوز هنا مضاد وعكس كلمة peaceful. عن قلنا معناها هادئة يبقى عكسها noisy يعني صاخب او مزعج. The prefix طبعا كلمة ايه prefix اللي هو معناها البداية الحروف اللي بتيجي على اول الكلمة. واللي gives the opposite of the word usual كلمة usual عشان اجيب منها الاوبوزيت العكس بحط لها un تبقى unusual غير معتاد. To make the adjective from the word peace عشان اجيب الصفة من الكلمة اللي هي peace اللي معناها ايه معناها السلام. We add the suffix بنحط لها نهاية ايه الحروف اللي بنحطها على اخرها عشان نحولها لصفة طبعا هي الجزء ده عشان تبقى peaceful اللي هي معناها هادئ. الكلمات او الاسئلة اللي بعد كده دي اسئلة خاصة بي اللي هو تخمين المعنى من النص. تعالى كده نشوفها. بقول لي هنا if something is it is enjoyable and exciting. يعني لو الشيء ايه بقول لك بيبقى في الحالة دي ممتع ومثير. يبقى هو عاوز كده مرادف لكلمة enjoyable و exciting اللي هي interesting معناها شيق وممتع. There are a lot of monuments in Luxor يعني في الكثير من الأثار في مدينة الأقصر. فهنا بيقول لكلمة monuments اللي هي الأثار ديت here means هنا بتعني إيه؟ بتعني إيه of the past times من العصور القديمة. طبعا دي معناها بالضبط كده معناها old buildings. old buildings اللي هي مباني قديمة. اما هنا بقولي they arrived at school at 7 o'clock يعني هم وصلوا المدرسة كده الساعة 7 بالظبط. The underlined word arrived means هنا كلمة arrived بيقولي بتعني ايه طبعا بتعني ان هم وصلوا يعني reached. طبعا خدنا الثلاث كلمات بتدي معنى يصل الى اللي هي arrive we get to we reach. طيب الاسئله اللي جايه على الكي فوكابولري الكلمات الاساسيه وركز معايا فيها. ودي طبعا اول كلمات عندنا في كلمات الحفظ. واول نقطه فيها بيقول لي my uncle is very good at sports وجاب بعد كده at handball يعني بيقول لي ان عمي جيد جدا في الرياضات. عاوز اقول بقى خاصه في كره اليد. طب خاصه يعني ايه يعني especially.
الصفحة اللي بعدها number 14 بيقول هنا there was a lot of يعني كان يوجد الكثير من ايه on the roads this morning على الطرقات هذا الصباح. So Mr. Ahmed was late for work. لذلك الأستاذ أحمد اتأخر على الشغل. يبقى كان في traffic حركة مرور كتير اللي هي traffic. أما هنا بيقول لي the A has different kinds of fish يعني به الكثير من الأنواع المختلفة من السمك. ده طبعا الإيه aquarium. The pyramids are one of the most wonderful in the world. طبعا هنا الأهرامات هي واحدة من أكثر الإيه الرائعة. الأهرامات ده أثار وأثار يبقى monuments. أسئلة الـ definitions التعريفات. A بقول هنا is a place in which you can borrow and save money. بتقدر تستلف وتحفظ الفلوس يبقى ده البنك. Is a large area of water with land around it. منطقة كبيرة من المية حواليها أرض أو يابس يبقى ديت بنسميها إيه؟ بنسميها ليك اللي هي البحيرة. Number 19 بقول هنا well known اللي معناها معروف أو مشهور يعني and إيه كمان have the same meaning لهم نفس المعنى. يبقى هو عاوز كلمة هنا تتحط تدي نفس معنى well known اللي هي كلمة famous مشهور. The synonym of the word modern is عاوز مرادف كلمة modern اللي معناها حديث المرادف بتاعها طبعا new. وفي طبعا كلمة ثالثة اللي هي قلنا اسمها up to date. To give the opposite of the word natural بقول عشان تجيب عكس ومضاد كلمة natural اللي هي معناها طبيعي we add the prefix بنحط لها بادئة ايه عشان نجيب عكسها بنحط لها un عشان تبقى كلها unnatural. Unnatural يعني غير طبيعي. The words quiet, peaceful and calm يعني كلمة quiet و peaceful و calm اللي هم التلاتة اصلا معناهم هادئ are. التلاتة دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن nouns ولا adjectives ولا adverbs ولا verbs. طبعا هم عبارة عن صفات يبقى اللي هي ايه adjectives. 23 وقبل ما نحلها ولو لسه بتتابعنا لحد دلوقتي من الفيديو تنساش بطل كده تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجاني في قناتنا وتفعل زر الجرس ضروري جدا الحاجات ديت عشان هي دي اللي هتشجعنا نقدم لك كل اللي انت محتاجه. This machine هذه الآلة او الماكينة does many things بتقوم بعمل اشياء كتير. It is very وبالتالي هي بما انها بتعمل حاجات كتير يبقى المكنة ديت ايه مفيدة. مفيد طبعا يعني useful. أشرف is waiting for the bus now. منتظر أشرف هنا الأتوبيس دلوقتي الآن. This means that he is at the bus. ده معناه إن هو في موجود في الباص إيه ناو موجود في موقف ومحطة الأتوبيس. وموقف ومحطة الأتوبيس ده طبعا بنسميه bus station. الجزء بقى الخاص به التعبيرات وحروف الجر وكذلك اللانجوج نوتس الملاحظات اللغوية. فهنا بيقول لي Adam to his work late yesterday. طيب ركز بقى معايا كده هنا في ايه في هنا تو واللي بيجي بعدها تو هو الفيرب جيت وطبعا هنا جاي ماضي اللي هو جوت. يبقى ادم جوت تو هيز ورك يعني وصل الى الورك بتاعه العمل بتاعه متاخر امبارح. كان يو بعد كده مي ذا دايركشنز تو ذا بوست اوفيس يبقى عاوز اقول له ممكن تعطيني الاتجاهات. طبعا هنا يعطي يعني ايه يعني جيف وطبعا كلمه جيف بتيجي مع كلمه ايه دايركشنز بمعنى يعطي اتجاهات. وي اولويز shopping on Fridays يبقى احنا دايما ركز بقى معايا كده هفكرك بحاجه مهمه. احنا قلنا كلمه shopping لو جاء قبلها ذا يبقى استخدم ايه do يبقى do the shopping. لو لكن لو ما جاش هنا ذا هنستخدم ايه هنستخدم go. فاقولها go shopping on Fridays يذهب للتسوق ايام الجمعه. هنحل بقى دلوقتي الاسئله الخاصه بالجرامر والكلام ده موجود معانا للتنبيه بس والتذكير في بيج 26 وركز بقى معايا كده عشان الجزء ده مهم جدا. طبعا الجرامر بتاعنا بيتكلم على حروف الجر واستخداماتها بقى مع الوقت والازمنه وكده. تعالى كده نشوف هنا مثلا اول حاجه عندنا بيقول لي I usually visit my grandparents وجاب هنا Fridays. طبعا هنا Fridays ده يوم من ايام الاسبوع ويوم الاسبوع بيجي طبعا قبلها ايه قبلها on يبقى بنقول on Fridays. Mariam's birthday يعني عيد ميلاد مريم is وجايب هنا the first of April. طبعا هنا المفروض اقول ان هو في اول يوم من شهر ايه ابريل صح. وبما ان انت بتقول الاول من ابريل يبقى انت كده بتشير ليوم واحد ابريل مش كده. وطالما بتشير الى ايام فالايام بيجي معاها ايه
on على طول كده. طيب هنا بقول لي I always go to the park وجاب هنا the weekends. طبعا هنا the weekend عامة بيجي معاها at، احنا قولنا at the weekend مش كده، يبقى بالتالي نستخدم ايه at في عطلات الاسبوع. He was born، هو اتولد وجاب هنا 27th November في 27 من شهر نوفمبر. وركز بقى معايا كده، في حاجة اسمها تاريخ محدد. يعني ايه تاريخ محدد؟ التاريخ المحدد ده اللي بيكون جاي في يوم، ما هو محدد يعني ذاكر لك اليوم بالظبط، تمام؟ فالتاريخ المحدد بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه on. طب لو انا شلت اللي هو التحديد اللي هو اليوم تحديدا، لو شلت اليوم ده نفسه وسبت بس ايه نوفمبر كده، يبقى شهر، والشهر كده مش تاريخ محدد ولا حاجة، صح؟ يبقى هنا استخدم ايه؟ in. طيب هنا بقول داس حاتم جو شوبينج وجاب هنا the afternoon، فترات اليوم الثلاثة اللي هي the morning the afternoon the evening بيجي معاها in، لكن night بيجي معاها at. The library is وجاب هنا the museum and the restaurant، لما تلاقي طبعا مكانين وبينهم and كده بقى اكيد حرف الجر المستخدم هو between، between بيجي بعدها مكانين، مكان جمع يعني، يبقى بين كذا وكذا. طيب هنا بقى جاب ساتردي، ساتردايز ايام السبت ده ايام، يبقى بالتالي تبقى ايه اون. وبما ان انت طالب في ثالثه اعدادي ما ينفعش ابدا جمله بحرف سمول خالص، يبقى لازم الاو تكون كبيره كده. طيب يبقى هقول ايه اون ساتردايز اي جيت اب ات 7 اي ام، بصحى الساعه 7 صباحا. 8 ذا لايبرري از وجاب هنا تو ذا بانك، ايه الحرف الجر اللي بتتبع بتو؟ نيكست، يبقى لايبرري هي هنا نيكست تو ذا بانك بجوار البنك. جاب لنا هنا كلمة ايه؟ لانش تايم، لانش تايم و ميد نايت و ميد داي و نايت، كل ده بيجي معاه ايه؟ ات. يبقى بقول لك ايه في وقت الغدا كده I visit my cousins، انا بزور ولاد عمي. I always go to the park، انا دايما بذهب الحديقة. وجاب هنا Saturday morning، طبعا هنا Saturday يوم السبت، يبقى استخدم on. وده طبعا بتخدع شوية، في بعض الناس ساعات ما بيشوفوا كلمة ايه مورنينز بيقول لك ايه ده دي فترة من فترات اليوم اهوت، يبقى استخدم ان. اقول لك لا، الكلام ده لو هي الشبه دي كده، لو اللي هي ذا افترنون، يعني لو الفترة بتاعت اليوم جاية بعد النقط على طول استخدم ان. لكن هنا ايه اللي جاي بعد النقط على طول؟ ساتردي، وساتردي ده يوم، يبقى بالتالي استخدم ايه؟ اون. 11 from the station، بقول لك من المحطة كده go straight وجايب هنا for about 10 meters، يعني مشي لحوالي 10 متر، وبالتالي عندنا حاجة اسمها يمشي مستقيم بتقولها go straight on. Tourists like to visit Luxor، يعني السياح كده بيحب يزوروا مدينة لوكسور، وجايب هنا فصل من الفصول الأربعة، يبقى الفصول بيجي معاه إن. طبعا احنا عارفين إن بتيجي مع السنوات وبتيجي مع الفصول السنة وبتيجي مع الشهور. بعد كده عندنا هنا في نمبر 13 بيقول لي my father finished his study، يعني والدي انهى دراسته، جاب هنا the 1970s. شوف يا اولاد بنطقها ازاي، ديت اللي هي لما تلاقي في رقم او سنه قصدي وجايب بعدها اس كده، تعرف هنا ان هو بيشير الى الفتره من، هكتبها لك اهوت، من 1970 الى 1979، تمام؟ يعني بيشير الى ديكيد، عقد، عقد ده بيبقى مدته 10 سنين، يبقى الاس اللي معطوها دي بتشير للفتره دي كلها اللي هي العشر سنوات دي. فبقول ان هو خلص دراسته في الفتره دي. طيب بتتنطق ازاي بقى؟ شوف ركز معايا، 19 دي هنطقها 19 عادي، دي ما فيهاش مشكله، لكن ال 70 دي مع الاس بتتنطق كده، بتتنطق 70s، اوكي؟ اكتبها لك اهو. تمام بتتنطق كده 70s. طيب العقد عامة بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه ان، العقد والقرون بيجي معاها ان، خلاص؟ في العقد اللي هو 1970 اللي احنا بنسميه بالعربي كده، احنا بنقول عليها السبعينات. تمام؟ طيب 14 بقى بيقول هنا farmers usually start working، وجاب هنا كلمة ايه؟ dawn. وهنا دون اللي هو فترة الفجر ديت زيها زي كلمة نايت، بيجي معاها at، يبقى at dawn. Clothes were very different، وجاب هنا the 18th، هنا بقى تتنطق زي 18th بالثاء، 18th century، في القرن الثامن عشر، وبالتالي برضه لسه قايلين العقد والقرن بيجي معاه in، في القرن ال 18، الملابس كانت مختلفة جدا. I'll give you a present، أنا هديك هدية.
وجاب هنا your birthday. طبعا هنا عارفين ان المناسبات الخاصة بيجي معاها on. They travel to دهب وجاب هنا كلمة holiday يبقى استخدم معاها برضو on holiday. Children in Egypt go to school يعني بقول لك ان الاطفال في مصر بيذهبوا المدرسة وجاب هنا the age of دي اللي معناها في عمر الـ 6 اللي هو 6 سنوات يبقى في عمر يعني at. لما نقولها في عمر كذا بنقول at the age of. Lucy was standing كانت واقفة لوسي كده وجاب هنا the right of the picture عاوز اقول كانت واقفة على يمين الصورة يبقى on. طبعا on the right على اليمين و on the left على اليسار. She usually gets up هي دايما او عادة هنا عادة بتستيقظ وجاب هنا 8:30 يعني 8:30 وطبعا الساعة بيجي معاها at. نكمل كده باقي الصفحات. تعالوا كده مع بعض نحل التو دايالوجز الموجودة في الصفحة ديت وهقول لك على الرقم اللي هي صفحة 27. ركز بقى معايا كده وتعالى نشوف أول محادثة ودي مهمة جدا جت في امتحان أسوان 2022. فأنا بقول لي a tourist is asking a guide for help يبقى عندي هنا سائح بيسأل المرشد اللي بيطلب منه مساعدة يعني أو بيطلب منه المساعدة. فهنا التورست قال له إيه can you help me please ممكن تساعدني من فضلك. اكيد طبعا هنا لما حد يكون بيطلب منك طلب بترد تقول له يس ايه يس اوف كورس. طبعا انا ممكن ارد بكلمه واحده يا اولاد اللي هي كلمه شور بس يعني انت ممكن تقول شور وخلاص. طيب السؤال مهم جدا لما تيجي تسال واحد تقول له كيف اصل الى المكان الفلاني بتقول له هاو كان اي جيت تو وبعد كده ذا مترو ستيشن بقول له كيف اصل الى محطه المترو. فهيبدا هنا بقى مين الجايد يوصف له الطريق. فممكن مثلا تبدا الوصف تقول له فروم ذا وتقول له اسم مكان يعني من كذا فروم مثلا ذا وليكن مثلا ذا بارك من عند الحديقه كده فروم ذا بارك جو ستريت اون. وبعد ما تقول له ايه من عند البارك كده عند الحديقه امشي على طول هقول له بعد كده اند تيرن وبعد كده اتجه بقى اي حاجه عايز تقول له بقى اتجه يمين ماشي تتجه يسار ماشي مش هتفرق. فهنا مثلا نقول ايه turn left وخلاص على كده. طيب بعد كده يرجع اسالك سؤال قال له هنا الجايد قال له no it isn't very far لا مش بعيد جدا. يبقى معنى كده هو عاوز يسال هنا هل محطه المترو دي بعيد جدا. طب احنا بنحذف طبعا هنا no وببدا ب is وبحط it هنا مكانها وبعكس كده يبقى is it very far is it very far. طيب قال له طبعا لا مش بعيده جدا can I go there on foot ممكن اروح هناك على رجلي يعني هيقول له طبعا هنا yes you ما تقولش yes I can لان هنا اصلا هي في السؤال I فاحنا بنعكسها دايما يبقى yes you can نعم انت تستطيع. بعد كده هنا السائح بيساله سؤال قال له it takes about 10 minutes to get there بتاخد منك 10 دقايق للوصول هناك يبقى عاوز يسال عن المده والسؤال عن المده بقول ايه how long does ليه does مش do مثلا عشان الفعل فيه اس اهو how long does it take ممكن اقف لحد كده وممكن اكمل الجزء ده اللي هو to get there كي اصل الى هناك. الاجابه تحديدا هي العشر دقائق اللي هي دي اللي هي about 10 minutes حوالي 10 دقائق. طيب نشوف الدايلوج اللي بعده. ما بين هنا زين ومروان وهنا زين is asking مروان about his city بيسأله عن مدينته وبيقول له where do you live مروان انت عايش فين يا مروان. فمروان هيقول له انا عايش في المكان الفلاني. بعد كده سأله سؤال قال له اسماعيليه is between port said and سويس يعني الاسماعيليه ما بين بورسعيد ومدينه السويس يبقى هو طلع عايش فين في الاسماعيليه. يبقى هنا هيرد هنا مروان ويقول له I live in اسماعيليه. بعد ما قال له كده ان انا عايش في الاسماعيليه بيساله بقى هنا يقول له اين الاسماعيليه هي موجوده فين لان هنا بيعرفه هي موجوده فين وموقعها فين. فلما تيجي تسال عنها هتقول كده وير از اسماعيليه. طيب رجع زين ساله سؤال قال له مروان about 350,000 people live there حوالي 350,000 شخص بيعيشوا هناك يبقى بيساله عن عدد الناس اللي بيعيشوا في الاسماعيليه يبقى هنا هسال عن عدد how many ايه يا شطار how many people كم عدد الناس وبعد كده how many people live
there. بس كده. How many people live there? طبعا there هنا عايد على الإسماعيلية. انت ممكن تشيل كلمة there وتحط ايه in إسماعيلية. طيب what does it look like؟ يعني هي عاملة ازاي؟ فانت ابدأ وصف له الأماكن اللي فيها. فممكن نقول له كده there are, يوجد بها there are attractive buildings, يعني فيها attractive buildings, مباني جذابة, وكمان مثلا and lots of gardens, كثير من الايه الحضارة. هقول لك ليه انا قلت ليه قلت كلمة gardens, لان في الرد اللي جاي هتلاقي بيقول لك ايه I like gardens, انا بحب الحدائق. يبقى معنى كده هو ذكر له ان هي فيها ايه حدائق. قال له بعد كده are there any museums, هل فيها اي متاحف؟ هنقول له هنا yes there are, نعم يوجد. هنحل دلوقتي الاسئله بقى الخاصه على الدرس الاول والثاني مع بعض, اللي هي اللي في موجوده في بيج 28. ركز معايا كده في الجنرال اكسرسايزز ديت. وعندنا اول سؤال, عندنا بولي سمير از اسكين نبيل اباوت ذا واي تو ذا لايبرري, بيساله كده او بيسال نبيل عن طريقه الى المكتبه. اكسكيوز مي كود يو هيلب مي, ممكن تساعدني؟ فطبعا قلت لما حد يقول لك الصيغه دي كده يبقى انت اكيد هترد تقول له ايه yes of course, نعم بالطبع, او كلمة sure لو انت عاوز تختصر. طيب هيبدأ بقى يسألك. فسألك سمير هنا سؤال, نبيل قال له go past the restaurant, عد من قدام الريستورانت المطعم, the library is on the left, هتلاقي المكتبة على الشمال. يبقى طلع بيسأل على مين؟ على المكتبة. يبقى يقول له ايه قدامك كذا طريقة, ممكن تقول له where is the library, دي طريقة, طريقة سهلة جدا اهي. وفي طريقة تانية ان انت تقول له ايه how can I get to the library, how can I get to the library, موجودة فين؟ موجودة ورا يا حد, فين اهي, شايف انت الطريقة دي, ممكن نقول اهوت how can I get to, واشيل مترو ستيشن دي واقول ايه the library, المكتبة. طيب خلاص احنا ايه اخترنا الطريقة السهلة اللي هي where is the library. بعد كده طبعا وصفها له, قال له بعد كده سؤال التاني, قال له no it isn't far, ليست بعيدة. يبقى هتعمل ايه, تقول له is it far, is it far, هل هي بعيدة؟ قال له لا مش بعيدة. do you think it's open now, تفتكر او هل تعتقد ان هي مفتوحة دلوقتي, هلاقيها فاتحة يعني؟ هيقول له اه ولا. والتاني قال له you are too late, انت متأخر جدا. يبقى هيقول له هنا بقى ايه, هيقول له لا لا اعتقد, صح, يقول له ايه no I don't. يبقى الاجابه هنا تكون بايه, بنو. طبعا ممكن تكمل كده تقول له no I don't think so, يعني لا اعتقد ذلك, think so. بعد كده بقى بيقول له هنا ايه I guess I will come earlier tomorrow, يعني اعتقد ان انا هاجي بكره بشكل بدري عن كده. thanks a lot for your help, شكرا جدا على مساعدتك. اكيد طبعا لما حد بقى بشكرك بترد تقول له الرد اللي احنا حافظينه اللي هو you are welcome, اللي هي العفو او على الرحب والسعة. السؤال بعد كده التاني اللي هو سؤال الكمبليت, وهنا بيقول لي visiting different places is one of the best things you can do, زيارة الأماكن المختلفة ده واحد من أفضل الأشياء اللي تقدر تعملها. It is a great, بقول لك it's a great إيه بقى؟ يبقى however, monuments, furthermore, ولا peaceful, ولا directions, ولا adventure, طبعا مغامرة. زيارة أماكن مختلفة أنت زرتهاش قبل كده دي بتبقى مغامرة, adventure, يبقى دي تبقى one. A lot of people come to Egypt to visit the ancient, يعني كتير من الناس كده بتيجي مصر عشان يزوروا الـ ancient إيه؟ الآثار القديمة, صح؟ اللي هي monuments, يبقى دي two. In Luxor and Aswan, also Egypt has wonderful and, كمان مصر بيها ايه بقى, رائع, يعني بيقول لك فيها اماكن ايه ورائعة, يبقى فيها اماكن peaceful, هنوصف الاماكن هي peaceful, peaceful يعني هادئة. وفي الاخر كده بيقول لي you can ride boats and canoes
on the Nile. تقدر تركب الايه الفلوكة وتقدر تركب او اللي احنا بقول عليه الايه الزورق يعني. تقدر تركب الزورق والمراكب. عاوز اقول لك بقى اضافة الى ذلك او علاوة الى ذلك. ايه يعني ايه علاوة على ذلك ديت اللي هي further more. يبقى further more دي بستخدمها عشان اضيف لك معلومة جديدة. تمام؟ further more علاوة على ذلك. تعالوا بقى نشوف السؤال اللي هو نمبر 3 سؤال القطعه ونشوفها بتتكلم عن ايه. وبقول هنا اسماعيليه مانجو فيستيفال از ان انوال ايفنت هيلد ان اوغست. يعني بيقول لك ان مهرجان المانجا بالاسماعيليه ده حدث سنوي بيحصل كل سنه وبيعقد في شهر 8 اغسطس. ذا جوفرنريت المحافظه ذا جوفرنريت هولدز ات سيليبريت ذا مانجو سيزون. يعني بتعمله او بتعقده المحافظه وايت هنا عايده على الفيستيفال. بتعقده ليه للمحافظة؟ بيقول لك عشان تحتفل بموسم المانجا. مانجو is one of the most beloved fruits in our country. واحدة من أكتر الفواكه المحبوبة في دولتنا وبلدنا. The festival has many events. في طبعا أحداث كتير أول مهرجان. Such as road shows اللي هو عروض الطريق with mango shaped cars. واللي هي بتبقى عروض الطريق بالعربيات اللي هي على شكل إيه؟ او مرسوم عليها مانجا. وبعد كده انا بقول لك ايه مانجو كاتنج كومبيتيشنز اللي هي منافسات قطع المانجا واند ميوزيكال شوز والعروض الايه الموسيقيه. طبعا انا بصراحه ما اعرفش اي حاجه عن الاحتفال ده، ما اعرفش اصلا بيحصل ازاي، ولكن الناس اكيد اللي عايشين بقى في الاسماعيليه وبيتابعونا دلوقتي عارفين الكلام ده بيحصل عندهم ازاي. طيب ده ايه بقى مين ايفنتس؟ يعني بقول لك ايه ذا مين ايفنتس الاحداث الاساسيه تيك بليس بتحصل امتى او بتحدث فين؟ ان اسماعيليه سيتي في مدينه الاسماعيليه نفسها، جولف كلوب ونادي الجولف، اند محمد علي ستريت وشارع محمد علي. دي الاماكن اللي بيحصل فيها المهرجان. They are open to the public for free. يعني مفتوح او الاماكن دي مفتوحه للعامه بشكل مجاني، كل الناس تقدر تدخلها بشكل مجاني. The festival aims بيهدف المهرجان to create a memorable and enjoyable experience. يعني بيهدف الى ان هو بيعمل لنا ايه بقى، بيخلق ايه، بيخلق كده تجربة ممتعة ومحفورة بالذاكرة. It attracts more tours. الايت هنا طبعا عايد على المهرجان يا اولاد، بيجذب الكثير من السياح and supports local business وكمان بيدعم الاعمال المحليه، الاعمال التجاريه المحليه طبعا زي، وكمان برضو بيدعم الهوتيلز اللي هي الفنادق and industries والصناعات. The festival is attended by VIPs. يعني بقول لك ان المهرجان بيحضروا او بيتم حضوره من قبل very important people. خد بالك كده ده اختصار لثلاث كلمات، يبقى بقولها ازاي؟ very important people او very important persons. خلاص يبقى ممكن اخلي دي تبقى people او persons ومعناها ناس مهمين جدا. يبقى بيحضر المهرجان ده ناس مهمين جدا including بما فيهم مين بقى؟ the city governor محافظ المدينة and the ambassadors اللي هو الامباسادرز from all over the world اللي هم الامباسادرز ده يقصد بيها السفراء من جميع انحاء العالم. اول سؤال بقى معانا في اسئله القطع بيقول هنا the festival is held in بيتم انعقاده في شهر طبعا ايه اوغست شهر 8. the underlined pronoun it refers to طبعا الضمير it قلنا بيشير لايه؟ قلنا بيشير الى المهرجان اللي هو الفستيفال. نمبر 3 بيقول ذا فيستيفال هيلبس بيساعد ايه المهرجان ده؟ بيساعد في education التعليم، medicine الطب، camping التخيم وكده، ولا business؟ لا طبعا business، هو بيساعد الايه البيزنس الاعمال والاعمال التجاريه والكلام ده الموجوده في المدينه. What is the main idea of the text؟ ايه الفكره العامه بتاعت النص ده؟ طبعا فكرته العامه اللي هو مهرجان المانجا بالاسماعيليه، مش كده؟ اللي هو اسماعيليه مانجو فيستيفال. نمبر 2 بيقول how does the governorate celebrate؟ كيف تحتفل المحافظه؟ المحافظه بتعمل ايه عشان تحتفل؟ بتعمل ايه يعني؟ طبعا بيحتفلوا ممكن اقول كده it celebrates by. It celebrates by. لما ابدا من عندي ايه باي على طول فقول ايه by making، ودي طبعا موجوده في القطعه by making
رود شوز اللي هو العروض الايه الطريق with mango shape cars. وكمان برضو بيعملوا اولاد حاجه اسمها المانجو كاتن كومبيتيشنز. كل ده زي ما بقول لك كده موجود في القطعه, يعني احنا ممكن اصلا نيجي نشد عليه على طول. فين هو اهي الجزء ده كده تمام. يبقى ممكن اقول كده دوت ايه باي ميكنج, يبقى انا اكتب هنا باي ميكنج ومن اول بقى ايه رود شوز with mango shaped cars, بعد كده mango cutting competitions and musical shows. كل ديت إجابة هاخدها كده زي ما هي كده واحطها فين بعد اللي هي by making عشان نكمل يعني, بدل لأن المكان هنا مش هيكفي. أوكي طيب نكمل هنا بقى. بيقول لي do you think that the festival is useful for the city. تفتكر هنا المهرجان هنا مفيد للمدينة؟ اه هتقول اه ليه ولا هتقول لي لا ليه. طبعا هو فعلا مفيد, يعني ممكن اقول لك ايه sure او ممكن اقول لك yes. يبقى هو بالتأكيد بالتأكيد ان هو very useful. ليه بقى؟ because لانه it helps, لانه بيساعد. بيساعد ده بيساعد الاعمال اللي احنا قلنا عليها, بيساعد ايه البيزنس اند ايكونومي. ايه هي الايكونومي ديت؟ اللي هو الايه الاقتصاد. يبقى بيساعد البيزنس الاعمال وكمان الاقتصاد الخاص بالمدينه. برضو الجزء ده ممكن تلاقيه موجود ورا اهوت. يبقى ممكن اقول كده ان هو supports because it supports local business hotels and industries. عاوز تكتب الإجابة ديت مفيش مشكلة, يبقى أنت ممكن بس تقولي it helps to support خلاص, أو تقول it supports على طول وتاخد الجزء ده, يا إما بقى تسيبها زي ما احنا كاتبينها كده. تعالى بقى كده نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كده بيقول لي هنا في number one is a place where you can see beautiful fish. بتقدر تشوف فيه هناك سمك جميل. ده طبعا الايه الاكواريوم, معرض الاحياء المائيه. اسماعيليه is beautiful, مدينه جميله. there are, وبعد كده buildings and interesting monuments, طبعا فيها مباني ايه جذابه attractive. means more than usual, ده معناه اكتر من المعتاد. ده طبعا اللي هو خاصه او على وجه الخصوص اللي هي specially. is the opposite of modern, عكس حديث عكسها قديم اللي هي old. you can't hear any traffic here, ما تقدرش تسمع اي حركه مرور هنا, عارفش عربيات يعني. this means it is very peaceful, ده معناه المكان ده هادئ. we can give the antonym of the word known, نجيب عكس كلمه known by adding the prefix, هنحط لها البريفيكس ايه un عشان تبقى unknown اللي هي معناه غير معروف. نشوف كده التصويب. بولي the bank is, وجاب هنا two, two يبقى بيجي معاها next, يبقى هقولها next to بجوار الايه the shopping center. the restaurant is, وجاب هنا the corner, وكلمة corner بيجي معاها ايه on the corner على نص الشارع. Judy goes to the sports center, وجاب هنا the afternoon on Saturdays, طبعا the afternoon دي فترة من الفترات والفترة بيجي معاها in the afternoon. I live, وجاب هنا a small village, يبقى أنا عاوز أقول أنا بعيش في قرية صغيرة, يبقى in a small village in the south of Egypt, في جنوب مصر. Mona usually visits her grandparents, وجاب هنا the weekend, يبقى بيجي معاه at the weekend. وآخر سؤال معانا هو سؤال الباراجراف اللي هو بيقول لك a review on a place you visited, يعني مقال كده نقدي عن مكان أنت زرته. فممكن تكتب عن الإسماعيلية, وده طبعا باراجراف مهم جدا جدا جدا, بيجي في امتحانات نص السنة كتير, هتلاقي مجاب عنه في آخر الكتاب. وبكون وصلت معاك كده لآخر فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجاني في قناتنا وتفعل زر الجرس. كمان ما تنساش لو عاوز تشتغل معايا اونلاين طبعا على زوم ان شاء الله, تقدر تتواصل معايا على رقم 010-12-900-120 لو انت عاوز تعرف مزيد من التفاصيل. اشوفكم ده على خير والتوفيق, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.